هي حرب النكبة عام 1948؟ قبل الحديث عن حرب 48 سنتطرق إلى بعض الأحداث والظروف التي مرت بها فلسطين قبل ذلك. لمدة تزيد عن 1200 عام حكم المسلمون فلسطين وعاشوا فيها مسلمين ومسيحيين ويهود في سلام، وكان آخر حكم إسلامي تحت ظل الخلافة العثمانية حتى مطلع القرن العشرين. حتى عام 1900 كان معظم سكان فلسطين من المسلمين بنسبة تقريبية تبلغ 85%، ثم يليهم المسيحيون بنسبة 10%، ثم اليهود بنسبة 5%، أي أن اليهود لم يشكلوا سوى 5% من نسبة سكان فلسطين. ولكن المشروع الصهيوني كان قد بدأ، فتوالت هجرة اليهود من شتى أنحاء العالم إلى فلسطين، وهذه الهجرة المنظمة هي السبب الرئيسي في قضية فلسطين، حيث أن اليهود القادمين كانوا محملين بالفكر الصهيوني القائم على أن أرض فلسطين هي أرض لهم وحدهم، ولا يهم مصير السكان الأصليين فيها، المهم أن يقيموا دولة يهودية بأي وسيلة كانت. وبانتهاء الحرب العالمية الأولى تقاسمت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام، ومنحت بريطانيا اليهود وعداً بإقامة وطن لهم على أرض فلسطين، فأعطتهم الغطاء الشرعي وسهلت لهم الهجرة، فكان بالفعل وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. وبفعل موجات الهجرة الكثيفة تغيرت تركيبة السكان في فلسطين، فزاد عدد اليهود من 5% عام 1900 إلى 31% عام 1947. ومع ذلك لم يملك اليهود إلا نسبة قليلة جدا من أرض فلسطين، وهذه الصورة تبين ما ملكه اليهود حتى عام 1947. ثم جاءت النكبة، حرب عام 1948. في شهر أيار من ذلك العام انسحبت بريطانيا من فلسطين، وأعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل على أرضها، وفي اليوم التالي اندلعت الحرب بين الجيوش العربية والصهاينة اليهود. ولكن عدم التنسيق بين الجيوش العربية وتضارب الأوامر وبعض الاتفاقيات السرية الخائنة وضعف الجيوش ونفاذ الذخيرة وغيرها، كل هذا أدى إلى هزيمة الجيوش العربية. انتهت حرب 48 باحتلال الصهاينة لحوالي 78% من أرض فلسطين وإقامة دولة الكيان الصهيوني عليها، فتقسمت فلسطين إلى 3 مناطق: الضفة الغربية وقطاع غزة بقيتا بيد العرب حتى عام 1967، أما أراضي 48 فأصبحت بيد الصهاينة الذين أقاموا عليها دولة إسرائيل، ومن 9% من أرض فلسطين إلى 78%. هذه هي حرب 48. وفي هذه الحرب استشهد أكثر من 15,000 فلسطيني وعربي، وقام الصهاينة بأكثر من 50 مذبحة موثقة وقعت بحق الفلسطينيين. أكثر من 531 قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقيا ودمرت بالكامل خلال نكبة فلسطين. قبل النكبة عاش في فلسطين 1,400,000 فلسطيني، وبسبب النكبة تم تهجير أكثر من 780,000 فلسطيني. وخلال 10 سنوات تلت دخل فلسطين أكثر من 850,000 يهودي. ومن نتائج الحرب تقسيم القدس إلى قدس شرقية بأيدي العرب وقدس غربية بأيدي اليهود. وبالمناسبة تحتوي القدس الشرقية على البلدة القديمة والتي فيها المسجد الأقصى المبارك.
وبعد عام 1948 أصبحت هذه المدن الفلسطينية تابعة لدولة الكيان الصهيوني، وأطلق العرب على هذه المدن اسم مدن 48 أو أراضي 48 أو مدن فلسطين المحتلة. وفي عام 1949 انضمت إسرائيل إلى هيئة الأمم المتحدة، أي أصبحت دولة رسمية باعتراف معظم دول العالم. لكل هذا وأكثر سميت حرب 1948 بالنكبة.